السلام عليكم، ايه الاخبار؟ بدون مقدمات طويله، دول 7 نصايح بساط جدا هيفرقوا معاك في ليله الامتحان ويوم الامتحان الصبح. فيلا بدايه احب اقول لطلبه الثانويه العامه الف مبروك، لان الامتحانات هي نهايه المرحله دي بقى بضغطها بقرفها بالمها يعني، فانت خلاص يعني اخر خطوه، فانت المفروض تبقى مبسوط يعني، الواحد كان مبسط والله الامتحانات. اوكي، طبعا التيبس ديت ممكن تكون مناسبه لكل الناس، بس هي مخصصه اكتر للناس اللي في ثانويه عامه يعني، لان مثلا من ضمن النصايح ان انت ما تذاكرش كتير ليله الامتحان، في حين ان الناس اللي في الكليه ما بيذاكروش الا في ليله الامتحان اصلا. لما تروح الكليه هتكتشف الموضوع ده. anyway، خلينا نبتدي باول نصيحه، وهي ما تجربش حاجه جديده يعني في ليله الامتحان ويوم الامتحان الصبح. حاول تحافظ على الروتين اللي انت متعود عليه، يعني ما تاكلش حاجه انت مش متعود تاكلها الصبح او بالليل، ما تلبسش لبس لسه جديد، ما تلبسش جزمه لسه اول لابسه. حاول تحافظ على روتينك زي ما هو، لان ممكن الحاجه الجديده دي تبوظ لك الدنيا. مش متعود تاكل حاجه معينه الصبح، فلو اكلتها الصبح ممكن تعمل لك قلق في بطنك، تعمل لك اسهال مثلا، حصلت معايا. فحافظ على روتينك زي ما هو. النصيحة التانية، جهز أدواتك من بالليل. حاجة بسيطة جدا مش بتاخد منك 5 دقايق، بس لو أجلتها للصبح ممكن تعمل لك قلق، ممكن تنسى حاجة فتتوتر فتقلق فتتأخر في المواصلات، فتوصل للجنة متأخر فتبقى مش عارف تحل. فلا، ما انتش ايه يعني، فكك من الحوارات دي كلها، جهز أدواتك بالليل، أقلامك، مسطرتك، قلمك الرصاص، حتى لبسك اكوي من بالليل، بحيث ان انت تقوم ما انتش عليك اي ضغط في انك تدور على حاجة، انت هتشيل الحاجة تروح الامتحان. النصيحة التالتة، حاول تسترخي، حاول تهدي نفسك وحاول تريلاكس. انا عارف الموضوع ممكن يكون صعب شوية، انت بقى مستقبلك وحياتك وثانوية عامة ونقطة فارقة بس الحقيقة مش كده خالص. فحاول ما تديش الموضوع اكبر من حجمه، وحاول تريلاكس يعني اطلع اتمشى. انا كنت بعمل كده في ليله الامتحان يعني، كنت بعد العشاء بخلص اموري كده واظبط حاجاتي واطلع اتمشى. حتى الناس اللي مثلا في الكليات وكده يبصوا لي كده، انت مش وراك امتحان الصبح، انت بتعمل ايه؟ لكن حقيقي والله موضوع التمشيه ده كان بيساعدني جدا ان انا اهدى كده واخد نفسي واروح انام. اوكي، فحاول تهدى. ولو انت اب او ام تتفرج علينا يعني، والله هتبقى حركه جدعانه منك انك تاخد ابنك او بنتك وتطلع وتتمشوا شويه وتفكها، او تفكوا من ضغط الامتحانات، وتحاول تحسسه ان دي مش نهايه الكون يعني. حاول تخف الضغط على الناس شويه، او تساعدهم ان هم ما يبقاش عليهم ضغط اصلا، تبقى راجل برنس. النصيحة الرابعة، خليك اوفلاين قدر الامكان، حاول تبعد عن التليفون قدر الامكان، اقفل السوشيال ميديا او ابعد التليفون عنك. انت مش ناقص انك تخش في دوامة بقى تلاقي خبر وفاة حد صاحبك، واحد تاني مش عارف بيعمل ايه. ففكك من الحوارات دي خالص، حاول تريح دماغك خالص وتبعد عن المشتتات دي. طب والله في جروبز بينزل عليها مراجعات وبينزل عليها حاجات مهمه وممكن الامتحان يتسرب وكده، بص ابعد عن الحاجات دي بالكليه. ممكن تبقى تفتح التليفون مره او مرتين بس، حاول قدر الامكان تبعد، صدقني بيفرق والله. النصيحة الخامسة، حاول تنام بدري. انا عارف ان دي ممكن تكون من اصعب النصايح، الا انها من اهمهم على الاطلاق. فكرة ان انت تسهر لوقت متأخر او ما تنامش عدد ساعات كافي في ليلة الامتحان بيأثر على تركيزك وبيأثر على هدوءك وبيأثر على كل حاجة. فحتى لو انت مقفل المادة مذاكرة ولكن انت مش مركز، مش هتعرف تجاوب او هتبقى بصعوبة جدا. الاولى ليله الامتحان انك تنام عدد ساعات كويس، بحيث ان انت تقوم فايق على الاقل. لو في سؤال انت مش عارفه هتعرف تالف له، تمام. لكن لو انت مش مركز والسؤال انت عارفه ممكن تغلط فيه، ممكن تغلط في اشاره، ممكن تغلط في رقم، ممكن تنسى نقطه مهمه، ممكن تنسى ملحوظه مهمه. فحاول تنام، try to relax. في ويب سايتس بتساعدك على انك تنام، تشغل لك مثلا ميوزك خفيفه او بتشغل لك صوت مطر او بتشغل لك اي حاجه يعني، ممكن تستعين بالحاجات ديت لو انت مش عارف تنام. وحاول تهدي نفسك وحاول ما تفكرش كتير في المستقبل، حط في دماغك ان انت لازم تنام علشان تأدي كويس بكرة، تمام؟ النصيحة السادسة، وانت بتفطر الصبح حاول تبص بص سريعة كده على المادة، مراجعة بس كده سريعة، حاول تبص بص برضو على امتحانات السنين اللي فاتت، بحيث ان انت تعود عينيك على ترتيب الاسئلة، علشان يعني ما تخش الامتحان تبقى متعود، ما تخشش تتخض كده، فبص بص بس عشان تسخن دماغك. النصيحة السابعة والاخيرة، خد معاك ازازة مية صغيرة وخد معاك سناكس، حاجة خفيفة كده تاكلها لانك هتجوع في الامتحان، ودماغنا بيحتاج حاجة تشغله، فالمية حاجة مهمة جدا، والسناكس ممكن تكون تفاحة او موزاية او تفاحة وموزاية، واي نوت، بحيث ان انت برضو ايه كل مثلا 10 دقايق او ربع ساعه تاخد لك قطمه كده تصرف دماغك او تخف الضغط عن نفسك شويه، لان الانسان لما بياكل ده في حد ذاته بيبقى شيء ريلاكسنج يعني، ما فيش حد بياكل هو خايف ومتوتر وبتاع، فانت بتحاول تهدي دماغك وتقول له احنا زي الفل، احنا تمام، احنا بناكل اهو. فده هيساعدك انك تهدى، بالاضافه ان هو يديك شويه باور لو انت زي حالاتي بتجوع بسرعه. حاول تفاح
سريعا كده النصايح، ما تجربش حاجه جديده، ما تجربش تاكل او تشرب او تلبس اي حاجه جديده، حاول تحافظ على روتينك، جهز ادواتك من بالليل هتريحك الصبح وتقوم هادي كده مش اي مستعجل ومتوتر وقلقان. اطلع اتمشى وحاول تريلاكس، حاول تخرج من جو الامتحان والمذاكره، اطلع اتمشى وتظاهر ان مفيش حاجه، تظاهر ان انت ما عندكش امتحان بكره، حاول تطلع كده وتريلاكس، خليك اوفلاين قدر الامكان، ابعد عن التليفون خالص، فكك من الجروبز والتسريبات والحاجات دي، ابعد عن التليفون، انت مش محتاج اي حاجه توترك. نام بدري، النوم مهم جدا جدا جدا، نام اكتر عدد من الساعات انت محتاجه، النوم في الليله دي اهم من المذاكره ومن المراجعه، تمام؟ الصبح بص بصه سريعه، انت كده كده هتبص يعني، بص بصه سريعه على الماده، حاول تشوف الامتحانات، حاول ايه، حس انك تحط نفسك في المود بتاع الماده دي، لانك عمال تذاكر الفتره اللي فاتت مواد كتيره، فانت بتنبه دماغك ان احنا النهارده عندنا الماده دي، ها، فحاول تصحى بدري حوالي نص ساعه عن المعتاد بحيث انك تبص بصه على الحاجات دي. واخيرا خد معاك سناكس، يعني في ناس ممكن تاخد شوكولاته، في ناس ممكن تاخد فاكهه، انا من الناس اللي برجح جدا الفاكهه، وما تنساش برده معاك ازازه ميه علشان لما تعطش. اوكي، واخيرا السر كله في الهدوء، اللي بيحافظ على هدوءه وتركيزه هو اللي بيستفيد من كل المذاكره اللي هو ذاكرها، فما تتوترش، حاول تهدي نفسك، حاول تكلم نفسك كده اهدى، التوتر عمره ما فادك في امتحاناتك اللي قبل كده، فجرب المره دي انك تهدى. اوكي، وما انك اساسا ممكن تكون عديت ماده من الامتحانات، فانت رهبه الامتحانات راحت من عندك اصلا يعني، فحاول تهدى وتركز وان شاء الله خير. كوت كده على السريع من توماس اديسون بيقول: Tomorrow is my exam but I don't care because a single sheet of paper can decide my future. Tomorrow is my exam but I don't care because a single sheet of paper can't decide my future. الراجل بيقول ان بكره امتحاني بس انا مش مهتم اصلا، لان مش ورقه هي اللي هتحدد مستقبلي. اوكي، مش ورقه واحده هي اللي هتحدد مستقبلي. فالثانويه العامه مش هتحدد مستقبلك على فكره. اوكي، يعني انا عارف ان ده كلام مش في محله خالص، بس الثانويه العامه مش نهايه المطاف ومش هي اللي هتحدد مستقبلك، ده انت مستقبلك هيبدا بعد الثانويه العامه. فركز انك تستفيد قدر الامكان من مذاكرتك وتحل الامتحان، وما تفكرش كتير في المستقبل، المستقبل هيجي. اوكي، المستقبل ان شاء الله كويس. ثانك يو جايز، نتمنى لكم كل خير، ونتمنى ان انتم تبقوا هاديين هاديين، بس حاول تهدى، ريلاكس. ثانك يو، سلام.